مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدنا نعمل لكم انبوكسنج. طلعنا برا شوية، دفت الدنيا لواحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمان بوكسات. طلكم معنا وتابعونا. خلينا نشوف شو فيه بالاول. هذا عبارة عن مقياس للحرارة، بقيس درجة الحرارة تبعت الدماغ عن طريق الأشعة. ما في داعي طبعا، هذا انتشر هلأ كتير ناس بتستخدمه، شريناه احتياطا عشان إذا صار إشي معنا لا سمح الله. اللي بعده هذا هو، هذا الثاني. نشوف شو فيه. اوكي هدول عبارة عن سلاك للتشارج تبعت الايباد. كنا بنعرف في الايباد والتشارج تبعه، هذول سلاك تشارجينج تبع الايباد. اللي بعده اوكي، هذول عبارة عن علب اداني نستخدمهم اذا بنحط فيهم شغلات للرش، وطبعا جايبين معهم ستيكرز بيجوا شغله كويسه. اللي بعده اوكي، هذا البوكس فيه شغلتين، فيه برضو سلاك تشارجينج تبع ايباد، اوكي. هتسألوني شو هاي؟ هاي شريتها زمان لما كنا عايشين في البلاد، كانت عندنا هاي القطعة كنا نكيف عليها هيك بالليل تضوي، طبعا على البطارية هاي، ايوه هون بطارية تضوي بالليل، و هذا كله بضوي وبتسوي زي هيك، بصير منظر حلو يعني شكلها هيك جميل شاعري. حبيت تشوفها. هون اللي بعده هذا الصندوق. ستايل بن، هذا قلم احنا شرينا زيه بس هذا للايباد بس خصيصا. حنفتحه ونشوف كيف وضعه ونحكي لكم. القلم اللي شريناه قبل هيك كان كويس، بس صراحة الشحن مش زي ما كاتبين. كاتبين لك كانوا انه بشحن، بتقدر تستخدمه 8 ساعات مع الشحن، ما كان كانت اكثر شيء تستخدمه ساعة، فكان مؤذي فرجعناه. هذا يعني شكله تقريبا نفس الشكل هذاك، غريبة. اللي شريناه للايفون الشاحن تبعه يو اس بي سي، واللي شريناه لليو اس بي للاندرويد الشاحن تبعه تبع ايفون. اشي غريب صراحة. طيب البوكس اللي بعده، اوكي
واو. هذا للايباد برو زي كفر شريناه، شرينا اثنين بس مش عارف ليش واصل واحد. غريبة، استغرب انا ليش واصل بس واحد، انا شاري اثنين خياطة. هذا هو الثاني، واصل في بوكسين مختلفات، غريبة واصلين أنيوين هذول اثنين. وضايل الأخير نفتح نشوف شو فيه. أعطيكم تقيل شوية. هذا لازم تشوفوه لأنه هذا ليد ستاند لايت. ليد ستاند لايت، خلينا أحكي لكم شو هو. أوكي، هذا عبارة عن ترايبود، أهم شيء صراحة يعني هذا سعره مبلغ كويس تقريبا $80، بس يجيك بكيس هيك مشمع. يمكن خلينا نشوف، ليش نحكم، ليش نحكم من البداية. هذا الكيس تبعه الترايبود، يعني مش زي اللي بتشعره، بلاستيكي يعني. اوكي خلينا نشوف شو بيجوا معه. ال بيجي معه ال هادي تركب هون. اوكي، وهذه كبيرة شوية يعني، هاي بتنشحن على اليو اس بي كويس. معها هاي عشان الريموت كنترول، وفي اوكي هذا حلو، هذا عشان يمسك التلفون جوا، ومعاها شيء عشان يمسك تلفون برا. فهذا هو اللي موجود، نوت باد. انا ما اعتبرها يعني از اوكي. فهذول الشغلات اللي شريناهم اليوم، نراكم في حلقة قادمة. سلام للجميع، ما تنسوا اللايك إذا شفتوا اللايك لايكوا، إذا شفتوا الشير شيروا، إذا شفتوا سبسكرايب سبسكرايبوا. سلام للجميع، السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.